بيزبول. جيتي كيف؟ جيت بالتحريم طبعا. جيت بالتحريم. كانت رحلة صعبة والله. بس معك أطفال. معك كم طفل؟ معي 5 بنات وولد. 5 بنات؟ وزوجي ما يبعد. ولد زوجك ما يبعد. أيوه. الآن عايشين كيف هنا؟ والله قاعدين مع ناس. ما عندكم سكن لكم إلى الآن؟ لا. بتاكلوا وتشربوا كيف؟ إن شاء الله. أنا مش نعم نعم. نسأل الله سبحانه وتعالى يعني يجيب لنا السلام ويردنا إلى ديارنا بإذن الله بإذن الله. ربنا يعينك إن شاء الله. إحنا نكون معاكم خلال الفترة الجاية. اسمك يكون مسجل في الجمعية دي إن شاء الله. لو في أي حاجة تجينا وحبيك حبيبي طبعا حسن مسجل. لا سجل اسمك. أنت بتعرف منو في الناس اللي بتعرف الجوال؟ اسمه أحفظ جعفر. جعفر أبو أحمد. جعفر أحمد. يلا أنا عشان أجي هنا صعب ما بعرف. طبعا جديد اسئله بتعرف شي رقم تليفون اي زول انت معاه في البيت تليفونك يتواصل بعد بس بيت الشاي. بس هي دلتني على المحل ده. انا ما اعرف انا ما اعرف بس الشاي لانه قلت انه الحاجه ما بيصير شيء سبحان الله. نايمين في شنو العام في الواقع في الواقع الاولاد يعني الدنيا الشتاء. عندك كم ولد انت؟ واحد. عندك ولد طفل واحد يعني انت والبنات؟ لا البنات كلها خمسه. طب جيب بطاطين زيادة لو سمحت. جيب بطاطين زيادة لأنه هي عندها 5 أطفال. تفضل. عندها 5 أطفال كده 3. إن شاء الله لو لقينا فرصة نغطي لك الباقي. ربنا يحفظك. إن شاء الله. تفضلي. تفضلي.